مرة في مشايخ عم بقولن عن الحديث الشريف: إذا خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما. عم بقولن الحديث: إذا خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما. يما الحديث: إذا اختلى رجل بامرأة. كانوا خمس مشايخ، في ثلاثة قالوا لي: ليش مش مثل بعضهم؟ قلت لهم: لا. قال: كيف؟ قلت لهم: كل زيادة في المبنى لها زيادة في المعنى. صح. إذا خلى رجل بامرأة معناته إنه حي الله خلوة، معناته صار الشيطان تالي. بس إذا اختلى معناته الزلمة إجا قال لها للمرأة: لو بتشوفي شو في عندي ذهب، لو بتشوفي شو عندي جواهر، تعي لفرجيكي عليهم، تعي ل... والمرأة بغرة الذهب وبتنغر، يعني عم يستدرجها. لا، هاي إذا اختلى. بس ما هي الحكم، ما هي الحكم. صح. يعني